عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث ملفات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. استعرض الاجتماع مقترحات تطوير منظومة الطلبة الوافدين ودراسة التطبيق للسنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية، كما تم التطرق إلى ملف تنظيم معارض دولية للتسويق للتعليم العالي المصري في ظل الطفرة العلمية التي تشهدها الجامعات المصرية طبقا لتقارير مؤسسات التقييم العالمية.